السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا اليوم جبنا لكم ميكانيك من نوع آخر. هاك تشوف اللي ما يعرفهاش، هذه راهي أركات غنية على التعريف، 1982. هاي ليك، هاي تنوض ما شاء الله. والله وش راح نقول لكم، جيت فايد دركا لقيت خونا قاعد يتعافر معها وينوض اضرب اضرب اضرب، قلت والله نعطيه كود ماء. جاتني اونفي، جاتني نفحة، قلت والله نخلينا نعاونوا فيها. هاك شوف، قلت بالك نتفكر الميكانيك تاعي تاع بكري. لقينا عندها مشكل في الكاربيراتور ومشكل في الدالكو، رقلت له ليفيس كانوا شويه مقفولين ونظمناها. والله هاي تنوض ما شاء الله. ها ليك، هاو يهضر معك. هاي الدور الله يبارك على شعرها. هاي قول لهم مشكلة فيها، رقل لي كاربيراتور شويه ليفيس. وي دور قد عندك اليوم انت تعاون؟ والله راني غير صاري فيا الباطل. والله الحمد لله. ليسونسيال هذا، حبيت نوجه واحد الرساله باللي الميكانيك هذه راهي باز، راهي قاعده. لازم تكون عندك قاعده باش تقدر تافونسي قدام. خلاص، ما مش شرط انه واحد يخدم الرانج روفر لازم ما يعرفش يخدم الاركات. والله العكس صحيح. انا اخويا وش راح نقول لكم، احنا نخدموا الاركات بكري، تعلمناها وخدمناها على قاعده وبقينا طالعين معها بشويه، ودركا نخدم الرانج روفر، نخدم المرسيدس، نخدم السيارات الحديثه حتى 2020، والحمد لله رب العالمين. خاوتنا وش راح نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.